السلام عليكم. موعظة في دقيقة واحدة. همام ابن شريح أحد أصحاب أمير المؤمنين ومن خيار شيعة علي، يقول: رافقت عليا في طريقه نحو المسجد، سألته قلت له: يا أبا الحسن، صف لي المتقين كأني أراهم. فتثاقل علي عن جوابه فأصر همام، فكشف له أمير المؤمنين عن صفتين مهمتين، لو طبقنا هاتين الصفتين في حياتنا أصبحت حياتنا حياة إيمانية. قال له: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى يعني أنك تكره المحرمات وتبتعد عنها. الإحسان يعني أنك تحب الفرائض والواجبات وتأتي بها. هذا ما يحبه إمام زمانك، فأحبب ما يحبه صاحب الأمر، والحمد لله رب العالمين.